لإلقاء المزيد من الضوء على المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الكهرباء، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. دكتور محمود، بعد التحية، هي إنجازات كبيرة إذن في قطاع الكهرباء في صعيد مصر. كيف ترى افتتاحات اليوم في هذا القطاع الحيوي ودور هذه الافتتاحات في تأمين الطاقة الكهربائية وأيضا في التوسع في إنتاج الطاقة بشكل عام؟ يعني بس في البداية خليني أشير أن طبعا ده بيأتي ضمن سلسلة طويلة من المشروعات القومية اللي تقريبا يعني تجاوزت أكثر من 93% من الناتج القومي للدولة المصرية بما يعادل تقريبا 6 تريليون. نعم. وهذه النسبة نسبة غير مسبوقة سواء في تاريخ الدولة المصرية أو حتى بالمقارنة مع الدول الأخرى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. فيما يتعلق بمشروعات الكهرباء الدولة المصرية، أو خليني أتكلم بشكل أكثر عمومية، أنه أتحدث عن المشروعات الخاصة بالطاقة باعتبارها طبعا العمود الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، ولا حديث أبدا لا عن زيادة الإنتاج سواء للاكتفاء الذاتي أو حتى للتصدير للخارج دون وجود يعني مصادر للطاقة. يمكن الطاقة الشمسية بشكل محدد بتأتي تحت مظلة ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر. نعم. وهو التحول من فكرة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية اللي بينبعث عنها انبعاثات الكربون الأحفوري اللي بيسبب أضرار بيئية كثيرة إلى طاقة نظيفة بتأتي اتساقا مع ما ينشره العالم أو اتساقا مع فرضتها جائحة كورونا. محطة بربان طبعا باعتبارها مشروع نفذ في أسوان، المنطقة اللي بتعد المنطقة الأكثر جاذبية من ناحية الجدوى الاقتصادية، وفقا طبعا للتقارير وكالة ناسا المنطقة الأكثر سطوعا لأشعة الشمس، مش بس بتخدم على الاقتصاد المصري ولكن يعني تعطي ميزة حول أو للدول المجاورة لمصر جغرافيا اللي بتعاني من ارتفاع عقود الطاقة التقليدية كإمكانية لأن تكون مصر مصدرا لإنتاج الطاقة في المنطقة بالكامل بل ولتوزيعها على الدول المجاورة جغرافيا. نعم دكتور، يعني الدولة المصرية تتجه دائما لاستراتيجية ثابتة وهي تأمين إنتاج الطاقة الكهربائية وأيضا دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء والتغذية الكهربية لمشروعات التنمية وكل هذه الأمور، ما دلالة ذلك؟ طبعا دلالة ذلك يعني الوضع الاقتصادي المستقر داخل الدولة المصرية بالشكل اللي ممكن يعظم من عملية الإنتاج. يعني احنا وصلنا إلى حالة من حالات الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع، الانتاج المصري زاد بكثرة، الصادرات المصرية، وده اللي بيؤمن الحصيلة النقدية أو الحصيلة من النقد الأجنبي اللي بتؤدي إلى أمرين. الأمر الأول ارتفاع احتياطيات النقد داخل البنك المركزي واستقرار سعر صرف العملة. الأمر الثاني هو زيادة نسبة التشغيل سواء أنه يعني توافر مصادر الطاقة بهذا الشكل بيعد محفز أساسي من محفزات الاستثمار سواء الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار المحلي، وده طبعا التوسع في هذا النوع من الاستثمارات بيؤمن كثير من فرص العمل، ويمكن ده انعكس على انخفاض مؤشر البطالة. نعم. المؤشر اللي وصل في محافظات الصعيد إلى أكثر من 30% في العام 2014. نعم. ويتناقص بالتتابع، وهي النسب تتناقص بالتتابع كما أشرت حضرتك أيضا بشكل غير مسبوق في تاريخ صعيد مصر. شكرا جزيلا على هذه المشاركة الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد جامعة أسوان. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف.